صور لي الحسين، ها هي الحسين بقى بنعمي، ها هي اللايف، ها شوف لي، ها هي البحر صافي. هذيك الجزائر اقسم لكم بالله اخي، ها السناطحيه هادو غير المبهدلين، هاد السناطحيه اللي كيخرجوا في التليفونات وكيهضروا والشياته غير المبهدلين مبهدلين، وسبحان الله ربي بهدلهم وفضحهم. هاد بريكس هادي فضحات كل شيء. انا باش عجبتني هاد بريكس والله العظيم فضحات الجميع، غير اللي ما بغاش يعني مازال يعني ذاك فهمت ما راضيش. البريكس قال لكم لافروف اخترنا الدول ذات الهيبه والوزن السياسي والمواقف السياسيه. اير اللي محنو اير اللحم اذا زعما غير باقي عندكم شي وجه طلعوا تناقشوا شي حاجه سميتها بوشطاطه بوصنطاله خصكم العقل. انتم ديتو بوشطاطه واش مغاربه يهضروا عليه؟ المغاربه مطورين عايقين بالقلب. انتم علاش ديتو بوشطاطه؟ راه ماشي باش تجيبوا شي حقوق ولا شي شراكات ولا شي، ديتوه باش حنا نتلاهاو معاه وننسوا الفضيحه ديالكم. حنا لا حنا مطورين، حنا ماشي كيهضر بحال 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 سميتهم البيستاشيين، مع احتراماتي شي وحده من البيستاشيين، حنا ماشي جمع كادر صافي، حنا مطورين. وعاود الواقع الخطير جدا ما وقعش في المغرب، حنا متعودين عليكم كتديو معاكم داك بوشطاطه فهمت، فين ما كدا بوشطاطه هو غادي. حنا فضيحه غير اخي علي والله العظيم فضيحه، عرفتي شنو تكون دوله فيك 2 مليون كيلومتر مربع، واحد قال لهم صاحبي حنا المساحه ديالنا كبيره علاش ما ديتوناش البريكس؟ راه ما كيديوش بلا طيب نعمي. تندوف في الغربيه، اه راه تندوف عندهم مقسومه على جوج، كاين تندوف في الشرقيه وتندوف في الغربيه، تندوف في الغربيه ديال هاد بوشطاطه. اندرا شنو هو علاش غناقشوا دابا حنا بوشطاطه؟ بوصنطاله علاش غناقشوا حنا جنوب افريقيا؟ وشنو دار؟ المغاربه لم يناقشوا الموضوع نتاع حضور ابراهيم الغالي الرخيص الى جنوب افريقيا، وهو امر خطير وكان يجب ان يناقش. لا ابن عمي الله، الامر الخطير هو ان الجزائر قوة دولة بدون هيبة ولا وزن سياسي، هذا هو اللي خطير. اما داك بوشطايط هذاك مشى لتونس وش نقطة. فاشلين اجتماعيا، فاشلين مهنيا، وفاشلين عائليا. حفظك تحياتي خي عبد الرزاق العز بيبا خي المختار الرفيزي سي مرجان، مرحبا الحبيب مرحبا. قمجه واه قديمه هذه، لا لا هادشي قديم، غادي نقادو الحاله. شكرا كتفكروني في تحياتي لنساب واش مازال في وجده. لا والو اخي ابو ريام راني في الحسيمه دابا، البارح جيت للحسيمه اي ام ان حسيمه. نحيدو هادشي نتاع التحديات. واش صرا اليوم في السوق؟ السوق ديال الحسيمه فراسيش خويا. لا باقي العزاء مازال 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 العزاء هذا مع كان المرحوم مسكين بركوس، المرحوم السي بركوس كان عزيز بزاف فهمت، دونك العزاء غادي يبقى 10 ايام. يو ار ان هوسهايما، يس مستر كادر اي ام ان هوسهايما. ايوا مليح شاولا، لا كلشي مليح فاميليا، كي بقيتو من جهه المرحوم بركوس. احمد سلطان اول مره ما كنشوف ما خسرش الهضره. احمد سلطان صافي تحرق، سلطان محروق ورقه محروقه، سعيد برصا ورقه محروقه فهمت، يوبا الغرديوي ورقه محروقه صافي، هما شويه شويه غيتحرقوا كاملين هذوك الحناكش والفناكش، وغيبقى المعقول يبقاو المعقول بصح. الناس اللي كيهمها الامر نتاع الريف والمغرب، الناس بصح اللي كهز الهم لهاد البلاد، ايوا اللي عندهم مشكل اثبات ذات، راه فاشلين اجتماعيا كاملين، فاشلين اجتماعيا، فاشلين مهنيا، وفاشلين عائليا. كاين اللي جمعهم ثلاثة، ثلاثة الانواع ديال الفشل، كاين اللي جمع جوج من ثلاثة. هذه دراسة مازال غادي نجيب لكم يعني الخلاصة نتاع داكشي. مدي اجي عبد القادر، اجي اجي عبد القادر 13 13 اجي مسكين، اجي اجي مسكين هاك سير يلا الي سير تاكل بركوكش، سير تاكل بركوكش، سير سير راه السي عبد المجيد وجد لكم واحد الحفله نتاع بركوكس، تبركس ليا مع راسك عندي ما ندير لك مسكين ابل.
البارح مصطفى ابو سبير طلع مع هادوك عاود المبردعين عاود وشي وحدين اخرين عاود فتحوا واحد اللايف قال لك سيدي المغاربه لم يناقشوا الموضوع انتاع حضور ابراهيم الغالي الرخيص الى جنوب افريقيا وهو امر خطير وكان يجب ان يناقش. لا ابن عمي الله، الامر الخطير هو ان الجزائر قوة دولة بدون هيبة ولا وزن سياسي، هذا هو اللي خطير. أما داك مشطيات هذاك مشى لتونس وش نقطة. خي ميساليست بيبا تحياتي يا ميساليست، سلم على قدر. قدر البارح عوض ما يناقش داك الفضيحة اللي دار في راسو، هو كيناقش لي علاش ما تكلموش على إبراهيم الغالي الرخيص في جنوب أفريقيا. راه مشى لتونس وش نقطة، مشى لجنوب افريقيا واش نقطه. دابا علاش غنهضروا حنا عليه؟ واش مشى دار شي اتفاقيه مع البريكس؟ واش دار شي شراكه ديال شي شركه مع البريكس؟ داكشي ديال تندوف، تندوف الغربيه. راه تندوف عندهم مقسومه على جوج، كاين تندوف الشرقيه وتندوف الغربيه. تندوف الغربيه ديال هاد بوشطاطا. هاندرا شنو هو؟ علاش غناقشوا دابا حنا بوشطاطا؟ بوصنداله علاش غناقشوا حنا جنوب افريقيا؟ وشنو دار؟ صور لينا الحسيمه. ها هي الحسيمه غا ابن عمي، ها هي اللايف، ها شوف ليا، ها ها هي عربحه صافي. ايوا باش ما يتسحب لكم هذا الشيء زعما شي اقامه فندقيه 5 ايطوان، هذه الاقامه للمعلمين رجال التعليم الاساتذه والاستاذات نتاع الحسيمه، هي في اطار واحد المشروع نتاع مؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه تاع رجال التعليم. داروا هذه الاقامه فيها 250 مستفيد، جاء كاع رجال التعليم المتزوجين اللي عندهم الاولاد، داروا دفعوا الملفات ديالهم وخذوا الشقق هنايا. اش ما يسحبكمش راه شي اوتيل 5 ايطوال زعما كنتفخم عليكم، هذو راه كاع الاخوان الزملاء نتاع المعلمين راهم هنايا. يعني مشروع لرجال التعليم في الحسيمه، ها 100 متر على البحر، ها ها هي 100 متر تهبط على رجلك تضرب سالطو وترجع. وعاش الملك، هادشي راه مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ديال رجال التعليم. صافي تشنها الملك ديالنا، صافي ماجيستي تشنها هاد الإقامة هاد. صافي؟ أيوا لا 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 لا، هادي إقامة سكنية ماشي نتاع الكراولة، رجال التعليم خداو الشقق نتاعهم ديالهم ملك بقروض تفضيلية. الدار ديالهم الشقة ديالو على البحر، الشقة ديالو ديال رجل التعليم. كتبقى ديالو. فهمنا؟ هادشي في الحسيمة غا ابن عمي. وأنا لأني رجل تعليم ولأنني حسيمي، داك الساعة فاش كنت مازال في الحسيمة قبل ما نمشي لطنجة، عمرت مع بحالي بحال خوتي وخدينا حقنا هنايا مع رجال التعليم. بيس. عاود اسم المؤسسة، مؤسسات محمد السادس للأعمال الاجتماعية ديال التعليم. صافي؟ ها أيوا ها هي غا ابن عمي. ها هو قول هذاك سميتو عليه احمد راك، يعني هذه الشقه ديالي هنايا، ماشي زعما راني كنتفوح عليكم ولا راني في شي اوتيل 5 ايطوال. هي راه شوف، راه اللي يشوفها لداخل وكذا والتنظيم ها انت ها لا والو ما صالحاش الكاميرا. المهم كاين هنا روض الاطفال، كاين هنايا الجردان ديال الاطفال فين يلعبوا، كاين يعني داك الشيء هكا. هادشي ماشي دابا، في 2014 2015 ملي وقع هذا المشروع هذا وسكنوا رجال التعليم هنا في الحسيمه. مزيان ما توريش فين ساكن، زعما غيجيو عندي هنايا ولا يقتلوني. تخافش يا ابن عمي، في المنطقة نتاع صباضية. لا منطقة نتاع صباضية ماشي يا سيدي عابد. ايوا فين كنا؟ هذيك المؤسسة تحمل اسم من؟ تحمل اسم محمد السادس. طبعا خوتك يعاود يسول باش تسمع عند هوك. نرجعو عند البريكس ابن عمي، نرجعو عند البريكس، نرجعو عند البريكس. الرئيس فتح واحد اللايف عنده 22 واحد كيتفرجوا فيه. مسكين اخي الرئيس، والله العظيم ما بغيتها لك اخي الرئيس. كتشفى مسكين، والله الا كتشفى. انتوما ديتو بوشطة واش المغاربة يهضروا عليه؟ المغاربة مطورين عايقين بالقلب. انتوما علاش ديتو بوشطة؟ راه ماشي باش تجيبوا شي حقوق ولا شي شراكات ولا شي ديتوه باش حنا نتلاهاو معاه ونساو الفضيحة ديالكم. حنا لا، حنا مطورين، حنا ماشي كيهضر بحال سميتهم
البيستاشيين، مع احتراماتي شي وحده من البيستاشيين، حنا ماشي جمع كادر صافي، حنا مطورين. وعاود الواقع الخطير جدا، ما وقعش في المغرب، حنا متعودين عليكم كتديو معاكم داك بوشطاطا، فهمت؟ فين ما كدا بوشطاطا ها هو غادي. حنا فضيحة غاية أخي علي، والله العظيم فضيحة. عرفتي شنو تكون دولة فيك 2 مليون كيلومتر مربع، واحد قال لهم صاحبي حنا المساحة ديالنا كبيرة، علاش ما ديتوناش للبريكس؟ راه ما كيديوش بلاطاي يا ابن عمي، البريكس ماشي بلاطاي. واش صحاب كيديوها بلاطاي ولا لا؟ اخي قندوح بن زندوح، البريكس راه قالكم هذاك لافروف، الحقيقه الحقيقه في دقيقه، لافروف اش من ايكواس اش من زعت، اش من ايكواس اش من زعت، واش ندفي ولا؟ البريكس البريكس اخي علي، البريكس قالكم لافروف اختارنا الدول ذات الهيبه والوزن السياسي والمواقف السياسيه. اير اللي محنو اير اللحم اذا زعما غير باقي عندكم شي وجه طلعوا عاد تناقشوا شي حاجه سميتها بوشطاطا بوصنداله، خصكم العقل. فهمنا؟ صافي صافي فطينا سالينا. انا مره اخرى يهضر لي شي واحد على شي حاجه نقول له سير تفهم مع لافروف. شوف هذاك لافروف راه قلت لكم راه صاحبكم، راه ماشي نقولوا قتل لكم الامارات ولا قالتها فرنسا في اطار قليان السم، ولا قالها المروك في اطار قليان السم، لا لا لا، المغرب كيستعرف بكم. المغرب الدوله المغربيه كتستعرف الجزائر، كتقول الجزائر الشقيقه، الجزائر والله العظيم بالله الدوله الرسميه ديالنا كيقولوا الجزائر الشقيقه وكدا، وحنا يا خصنا نديروا اليد في اليد باش كدا. ولكن اللي صحابكم اللي صحابكم اللي كتضلوا تفوحوا بهم، لافروف بوتين مشي روسيا السي عبد المجيد، اي واحد النهار كيناقش هكدا هذاك هادوك عاود الصناديق قناتي هذاك بونيف، اما بان لهم واحد كرشوش واحد فيصل كرشوش، هذاك مازال ما اكتشفتوش ياك، فين يبان هذاك خزناجي؟ هذاك خزناجي عاود قلت لكم شنو قالهم البارح، خزناجي قال لهم الجزائر وضعت ملفها للترشح وراحت تعمل المستحيل لكي لا تقبل، وبردوع بن زردوع كيقولوا له صاحبي انت محلل خطير. كما كتسمع دولة حطت الطلب باش تدخل لواحد البريكس، ومن بعد دارت المجهود ديالها باش ما تدخلش للبريكس. هذا خزناجي، اما واحد كرشوش، كرشوش هادي واحد 4 ايام 5 ايام قبل ما يبان النتائج في الطوموبيل هكذا حط التليفون قال لهم اخاوتي يا ودي يا كرشوش، هذيك الجزائر اقسم لكم بالله اخي هاد السناطحيه هادو غير المبهدلين، هاد السناطحيه اللي كيخرجوا في التليفونات وكيهضروا والشياده غير المبهدلين مبهدلين، وسبحان الله ربي بهدلهم وفضحهم. هاد بريكس هادي فضحات كلشي، انا باش عجبتني هاد بريكس والله العظيم فضحات الجميع، غير اللي ما بغاش يعني مازال يعني داك فهمت ما راضيش. اما هما دابا مثلا البيستاشيين نقسم لكم بالله الا كاملين كيضحكوا على كادر، على صاحبهم كادر البيستاشي الكبير كيموتوا عليه بالضحك، دابا في البريفي غتلقى كيموتوا عليه بالضحك يقولوا رمز فضحتينا عريتينا، ولكن هما كيدافعوا عليه دابا معانا هنايا. واحد فيهم اللي مليح حشرته قال لي ماشي انا ماشي قادر، قادر هو اللي يهضر. ايوا كنتوما بيستاشيين عندكم الفكر البيستاشي نفس الفكر ولا لا؟